تم استقبالنا من طرف السيد رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الحوار والتشاور حول وثيقة الدستور. وفي هذا الشأن قدمنا اقتراحات، لأن قدمنا وثيقة، لأن شكلنا لجنة وطنية في الحزب، وهذه اللجنة يعني قامت بعمل جبار. قدمنا هذه الوثيقة وتطرقنا إلى كثير من النقاط فيما يخص الشأن العام من أمور اقتصادية واجتماعية، وكذلك تطرقنا إلى الحدود الجزائرية ومنها القضية الليبية. فالسيد الرئيس كان واضح وصريح في كل هذه القضايا، وانتهينا إلى أن يكون عمل تنسيق إلى الوصول إلى الاستفتاء الشعبي على وثيقة الدستور. شكرا.